الله الرحمن الرحيم. حياكم الله في جلستنا الحوارية عن دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الابتكار والتأثير الاجتماعي في العالم العربي. في السنين الأخيرة صار في تركيز كبير على دور منظمات المجتمع المدني في قيادة التنمية البشرية أسوة بالدور اللي تلعبه الحكومات وأيضا القطاع الخاص. قضايا العالم بشكل عام الاقتصادية والاجتماعية والبيئية صارت خارج سيطرة بعض حكومات العالم العربي وأصبحت مع الأسف تسقط من أولوياتها، مثل ما تفضل الأخ طالب الرفاعي قبل قليل قال إحنا تركيزنا في العالم العربي يميل إلى الشأن السياسي ويتجاهل الشأن البيئي والاقتصادي والاجتماعي. فأصبح هناك حاجة ملحة لمنظمات المجتمع المدني لإضفاء أهمية على هذه الجزئية المهمة والمفتقدة من عالمنا. ولكن منظماتنا المدنية في هيئتها الحالية قد لا تكون مهيئة لإدارة هذه التغييرات بسبب النمط التقليدي اللي الكثير منهم ينهجونه، علاوة على أن التمويل لمنظمات المجتمع المدني قد لا يكون مستقل. في بعض الدول العربية التمويل قد يكون من حكومات خارجية، من منظمات دولية لها أهدافها الخاصة غير مرتبطة في أهداف المجتمع، وبالتالي هناك مسؤوليات ملقاة على عاتق منظمات المجتمع المدني قد لا تكون مهيئة للقيام فيها في وقتها الحالي. شنو اللي مطلوب نسويه إحنا كأفراد فاعلين، أفراد ننتمي إلى بعض منظمات المجتمع المدني للتطوير منها ولحثها إلى استلام دفة القيادة في قضايا الابتكار والاستدامة؟ فللإجابة على هذه الأسئلة أحب أرحب في ضيوفي وضيوف نقاط في هذه الحلقة. من الكويت عندنا الأخ عبد العزيز المطيري. عبد العزيز حاصل على بكالوريوس علم نفس من جامعة الكويت وحاليا يعمل في الجامعة، انضم لـ Training Gate International بوابة التدريب العالمية، وهي شركة غير هادفة للربح تعمل في مجال تحسين حياة الأفراد ذوي الإعاقة. بدأ اهتمامه بسهولة الوصول لذوي الإعاقة بعد أن واجه بعض الصعوبات في الجامعة، مما شجع على إيجاد اتحاد الطلبة لذوي الإعاقة وتنظيم التواصل المباشر مع إدارة الجامعة. وأيضاً من الكويت عندنا الأخ عبدالله الخنيني، وهو ناشط في العمل المدني وأحد أعضاء مجموعة صوت الكويت. حق الكويتيين صوت الكويت غنية عن التعريف، ولكن حق ضيوفنا اللي من الخارج هي منظمة غير ربحية تعني بخلق الوعي الدستوري في الكويت من خلال مختلف الأنشطة الإعلامية. وعبد الله أيضا شارك في مشروع وإصدار إعلامي، وهو مشروع موقع راقب 50 الإلكتروني، وهي منصة إلكترونية غير ربحية ترصد الأداء البرلماني لجميع نواب مجلس الأمة الكويتي، بالإضافة إلى دور عبد الله كمدرب في برنامج نمو لتمكين الشباب ودوره كموظف في مؤسسة الرأي للدراسات الاستراتيجية. ومن الإمارات، وما أحلى من الإمارات إلا بناتها، عندنا الأخت خلود العطيات، مديرة الثقافة والفنون والتراث في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، وهي مؤسسة حكومية تهدف إلى الاستثمار في مستقبل الإمارات العربية المتحدة من خلال الاستثمار في العنصر البشري، ويتركز دور خلود على الإشراف والتخطيط وتنفيذ العدد من البرامج الفنية للمؤسسة والمبادرات الثقافية والتراثية. وأخيراً وليس آخراً الأخت عايشة حارب، وهي رائدة أعمال اجتماعية social entrepreneur وتركز على المسؤولية الاجتماعية للشركات وعلى الإنسانية، كما تم تسمية عايشة رائدة دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2017 بصفتها مؤسس أول متجر إلكتروني معني بالإنسانية، وهي مؤسسة social bandage. حياكم الله. فأخواني الحين رح نبتدي في الدور المطلوب من منظمات المجتمع المدني. عبد الله، ما هو الدور المطلوب وشلون ممكن لهذه المنظمات تعزيز مفهوم الاستدامة والتنمية؟
في البداية مساكم الله بالخير. الدور المجتمع المدني قبل أن نتكلم عن دوره كدور، ودي بس أعرف المجتمع المدني وشنو يندرج تحتها، من ممكن من ناحية نظرية نوعا ما. المجتمع المدني في التقليدي اللي هو جمعياتنا في العام والشركات غير ربحية، وأيضا في اللي هو الحين الجيل الجديد أو نوعا ما اللي هو الريادة الاجتماعية، ريادة الأعمال الاجتماعية أو الحملات الإعلامية، حملة مناصرة لقضية ما. هذول الآخر نقطتين قاعدين يكثرون في الفترة الأخيرة، وأعتقد بنركز على المجتمع المدني، نركز على آخر ثنتين اللي هو ريادة الأعمال الاجتماعية والمناصرة لقضية ما في حل مشكلة اجتماعية. فالدور اللي يلعبونه مع اللي هو القطاع الخاص والقطاع الحكومي يمثل اللي هو القطاع الثالث اللي هو القطاع المدني، اللي يساعد الاثنين وما ينفي واحد منهم، فيشتغلون مع بعض ويتعاونون مع بعض. دورهم يكون في رؤية المجتمع، ويشوفون شنو في مشاكل اللي القطاع الخاص والقطاع الحكومي ممكن ما ينظر لهم أو ما يشوفهم، ويتم إعادة حل المشكلة لها. يعني من أحد الأمثلة اللي راح استخدمها نقاط شركة غير ربحية، هدفهم اللي هو الاقتصاد الإبداعي، وقاعدين ينشرونه ويستثمرون في هالنقطة هذه وفي الهدف هذا، فيكون عندهم هدف واضح وهدف يكون اجتماعي أسمى من أنه يكون دوره مجرد يكون ربح مادي أو شركة تقليدية. الدور في المنطقة العربية وخليجيا نقدر نقول نوعا ما للحين ما نضج، وقاعد يمر في تقلبات، يعني مرة يصعد ومرة ينزل. وإذا بركز على الكويت، الدور لين الحين يحتاج إعادة تأسيس، يحتاج أن نوعي الناس أهمية هذا الدور، أن الواحد بس ما ينظر حق الموضوع من ناحية شركة صغيرة أو ربح مادي، يشوفها من ناحية أن رسالة اجتماعية وهدف تبي توصله ويكون واضح. فالدور مش بس الربح، الدور أكبر من الربح، الدور رسالة على حسب الهدف. فمثلاً ترينينج جيت يشوفون الدولة الاحتياجات الخاصة، النقاط للإبداع، الاقتصاد الإبداعي، وعلى هكذا يكون كل جمعية لها دورها الواضح في رسالتها. أوكي. الحين بالنسبة حق الدور اللي قاعد يتقوم فيه بعض منظمات الريادة الاجتماعية اللي هي سوس أنتربرينورشيب، هذا تطور جديد، خلينا نقول تطور صار في العشر سنين الأخيرة، ولكن في العقود اللي سبقت ذلك كانت للحكومات، حكومات خصوصا دول مجلس التعاون، دور في تبني مبادرات الاستدامة sustainable development، الحث على بعض المبادرات اللي فيها نوع من الابتكار. هل هذا إيجابي أم سلبي؟ فعبد العزيز تحب تجاوب؟ أنا أشوف أن أول شيء مساء الخير جميعاً، صار مساء أعتقد، صباح الخير. أشكر MV على دعوتي، أشكر نقاط على تنظيم هذا المؤتمر. طبعاً أنا دائماً أتابع إيفنتات نقاط، بس ولا مرة يعني صارت الفرصة أكون موجود، بس الحمد لله أنا موجود بينكم. أعتقد الدول الحين صارت، يعني العالم كله صار تقريباً مثل القرية الصغيرة. أنا ما قاعد أقول حكي يعني مكرر، بس لو نشوف الأهداف المائية 17 اللي هي الأهداف 17 اللي حطتها الأمم المتحدة، هي أهداف طلعت من جمعية عامة للدول كلها، اتفقوا جميعاً على القضاء على مشاكل موجودة بالعالم كله. وإذا أنا قضيت على مشكلة موجودة بآسيا، فأنا أكيد راح أقضي على مشكلة بقارات ثانية. فاتفقوا على أن حلها يكون طبعاً بالهدف 17 لو قارين الأهداف، أن لازم تكون جميع القطاعات مشتركة، يعني القطاع الحكومي مع القطاع الخاص مع منظمات المجتمع المدني. يمكن في ناس يشوفون أن التطوع أو المفهوم هذا هو فقط بالجوانب الإغاثية، جوانب الواضحة، يعني مثلاً جمعية الهلال الأحمر الكويتي مثلاً، فدولة الكويت قاعد تساهم بأدوارها المسؤولة عن طريق منظمات مجتمع مدني اللي هي مثلاً جمعية الهلال الأحمر. بس في أشياء ثانية ما ترى بالعين المجردة، يعني أنا ما أنطر مثلاً تصير في لا سمح الله بعيد الشر كارثة، أو مثل ما صار مثلاً الغزو الله يعيده، عشان أقول أنا لازم أقوي هذا المجتمع المدني عشان يقوم بالدولة. في مشاكل الحين قاعد نشوفها موجودة، يمكن شمايل أو الإخوان الموجودين ما يشوفونها لأنهم مو قريبين مثلاً من ذوي الإعاقة، بس أنا كوني أنا متخرج من مدارس التربية الخاصة
وحالفني الحظ اني اكون مدارس غير التربيه الخاصه. يمكن انتم ما تدرون ان احنا عندنا مدارس خاصه بالاعاقات ومدارس للتعليم العام. فانا كون اعاقتي كانت على كبر يعني هي بروجريسيف قاعده على الويلشير وانا بالمتوسطه، فكنت مدارس عاديه قبل لا ادش مدارس ذوي الاعاقه. فشفت ان ما في ذيك الجديه في تعليم الافراد ذوي الاعاقه. يعني يمكن المشكله بالمحيط اللي قاعد يحيط بالافراد ذوي الاعاقه بالتعليم، ما يشوفونهم هما ناس قادرين على اداء دور مهم بالمجتمع. قاعد يشوفون ان هم عندهم مشاكل فلازم احنا نمشيهم، ان ما نعاملهم بجديه في تعليمهم، لان بس هو بيتخرج وخلاص ودوره خلص. بس لو نلاحظ يعني من لو نكون من برا هذا البوكس هذا، راح نشوف ان الدوله قاعد تصرف على تعليم ابنائها جميعا. فانا لازم استثمر في هذه الاشخاص او هؤلاء الاشخاص. احنا مثلا كبوابة التدريب العالميه شفنا ان الاشخاص ذوي الاعاقه هم مو ناس عاجزين مثلا، يعني في ستيريوتايب عن ذوي الاعاقه انهم يعجزون عن اداء ادوار معينه. احنا نشوف ان كل الناس بالمجتمع قادرين على اداء عمل جبار، بس باختلافات. يعني انا differently abled، انا مو disabled يعني حق الـ كمعنى كونسبت معين. فلما اشوف المكفوف مثلا انا لازم اشوف شلون اقدر اخدم البلد بهالطاقه الموجوده. فممكن منظمات المجتمع المدني مثلا كتي جي اي تكون حاسه بهالشيء، لان في ناس عندهم الباشن انه يغيرون او يحسنون حياه الافراد ذوي الاعاقه. ممكن عبد الله مثلا عنده احساس انه يبي يعلم الناس ان عندكم مسؤوليه مجتمعيه في الحقوق المدنيه مثلا. يعني اذا الحين علي عبد العزيز، بالنسبه لتجربتك فيما يخص المجتمع المدني، تريننج جيت انترناشونال هي منظمه دوليه، ولكن هي مو دوليه، هي محليه بس عندنا شراكات عالميه اوكي هي محليه، ولكن فيما يخص دور الحكومه في تهيئه الطاقه البشريه اللي موجوده عند اصحاب التحديات الجسديه، هل تعتقد ان في تراجع في هذا الموضوع او خلينا نقول؟ انا اقول لك هو مو تراجع، هو جهل. أوكي. يعني انا ما اقول ان الدوله تدري وما لها خلق، الدوله ما تدري. يعني احنا لازم نحسن النيه دائما كلنا كنشطاء، لان الحكومه هي شئنا ام ابينا هي 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 جزء أساسي من جميع الدول. يعني كل دولة لازم في جهاز تنفيذي. ففي بعض المسؤولين يعني قابلناهم شخصيا كانوا مو مؤمنين بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، بس لما أشركناهم بالإيفنتات مثلا، لما سوينا إحنا كل سنة نسوي مؤتمر بمناسبة اليوم العالمي ذوي الإعاقة، فش نسوي بهالمؤتمر؟ ما نسوي بشيء تقليدي، يمكن هذا مثل الثيم مال المؤتمر، لازم يكون شيء إبداعي. شفنا شنو في مشاكل مثلا بالتوظيف مثلا، فناخذ هالقطاع ونشوف إعاقة الجسدية شنو مشاكلها. وفي أشخاص من ذوي الإعاقة الجسدية يكونون نفس الثينك تانك مع بعض، يطلعون شنو المصاعب شنو الأشياء. المكفوفين نفس الشيء، حتى الإعاقات الذهنية. إذا أنتم في دوركم مارستوا الفكر الإبداعي في تكييف أماكن العمل لأصحاب التحديات الجسدية، وفي تأهيل المناصرين. يعني مثلا لما شخص عنده إعاقة ذهنية، هذا مو معناته أني أنا ما أسمع له شنو يحتاج أو شنو ناقصة في العمل. أنا لازم أوفر لكل شخص بيئة العمل عشان يعطي أقصى ما عنده. هذا عند الكل، يعني مو شرط يكون عنده إعاقة. حتى الشخص اللي عنده شهادة مثلا، للأسف في بالكويت ما نبي نتطرق لأشياء وايدة، بس في توظيف ساعات ما يكون على الشهاده وعلى الخبره، انه بس توظيف. فهو شيء يكمل شيء. يعني احنا كافراد كلنا، حتى في غير ذوي الاعاقه معنا مناصرين، لازم كلنا نتكاتف كفاعلين مدنيين. واعتقد الدور الاهم بمنظمات المجتمع المدني هو خلق جيل مناصر لقضايا المجتمع. يعني لازم نخلق هذه الثقافه اللي للأسف إحنا يعني بالكويت، مو بس بالكويت، حتى بالدول الخليج أو بالدول العربية ينقصنا هذا الشيء. يمكن في المدارس للحين ما صارت هذه المناهج اللي تحث
بس ما يخلي المفروض هذا نوقف. أعتقد أن دولة الإمارات لها دور ريادي في هذا الموضوع، في موضوع تبني قضايا الاستدامة والابتكار. أختي عائشة، تحبين بس تقولي لنا عن دولة الإمارات في هذا الموضوع؟ السلام عليكم جميعاً. أشكر الأخت حصة من نقاط على هذه البادرة الطيبة، وأشكر نقاط على الاستضافة، وأشكر هالكويت أيضاً على هذا الترحيب الطيب. لو بنتكلم، عندي تعقيب على كلام أخوي عبد العزيز. أنت ضربت مثل في Sustainable Goals Development، لكن هذا قبل لا تنظر Sustainable Goals، الكويت حاطة خطة رؤية 2035 أن تطبق هذا الدمج اللي أنت تتكلم. فهذا شيء مبشر زين أن نحن في صدى التطوير. يعني يمكن نتكلم عن الوقت الحالي، بس يمكن نحن أصحاب القرار، نحن شباب أصحاب الأمل، نحن الشباب اللي بنصنع هذا التغيير. أما بالنسبة لدولة الإمارات، دولة الإمارات ترى دولة عمرها أقل عن 50 سنة، وقبل يعني كنا في نقطة، واليوم تحولنا إلى نقطة في مجال التنافس وريادة الأعمال. دور حكومة أو حكومة الإمارات وحكومة الخليج من بعد وضع هاي الأجندات والرؤية 2021-2030 والسعودية والكويت، دورها تمكيني أكثر وليس سلطة. دورها يعني خلق فرص لنحن الشباب، فنحن في صد ونتعلم من الكويت، نتعلم من السعودية، فنحن في صد هذا التطوير، وهذا مبشر. يعني هذا شيء زين اللي أنا أشوفه. نبني بنية تحتية مستدامة، ما بنصير اليوم بفعل الشراكة وبعدين إنجازات هاي الشراكة ما في أي إنجازات طيبة. لا، لازم أدرس الشراكة، لازم أبني بنية تحتية مستدامة تخدمني وتخدم الجيل اللي بيع عقب 5 سنوات، عقب 10 سنوات. هذا لابد منه. اليوم ضغط الحكومة، حكومة الكويت، حكومتنا نحن، ضغط الوقت وايد كبير، لأن التنمية البشرية في سرعة التكنولوجيا أضعاف. يعني هو مو بس يقتصر على العلم إنه خلاص أنا بواكب التطور، لا، يعني نحن نشتغل 3 أضعاف comparing to San Francisco اللي هم يشتغلون رياديين في مجال المستقبل، هم يشتغلون 5 times. فنحن كأفراد كيف نحن نستثمر في نفسنا قبل الحكومة هي تستثمر فينا عشان نحن نرد هذا التوقعات. ودولة الإمارات ممارستها مبنية على الجهازية قبل الحاجة. يعني نحن ما نوصل لمرحلة الحاجة وبعدين نتجهز، لا، نشوف الأجندة دبي 2021 مذكور فيها الاستدامة، مذكور فيها الإبداع، مذكور فيها هالنقاط، مذكورة قبل لا SDGs تذكرها. فلنشوف نقارن بين SDGs وبين الخطة لدولة الكويت والسعودية والإمارات موجودة. يمكن نحن ما قرينا، يمكن نحن ما شفنا الفرق، لكن نتعلم من بعض. أنا أتعلم من السعودية في مجال المسؤولية الاجتماعية لأنهم قاطعين شوط، أنا أتعلم من الكويت في مجال الدعم المحلي لأنه قاطعين شوط، فنحن مكمل لبعض. فالحكومة اليوم ليس فقط سلطة، ولكن هي تكمل تمكن. أنا بعطيك مثال سريع عني. أنا بديت في مجال ريادة الأعمال من 10 سنوات تقريبا. عام 2010 ما كان الناس تعرف شو يعني سوشيال ريادة الأعمال، ما في أي. فصرت قلت أبغى أترخص، كيف أترخص؟ ما عندي جهة تدعمني إني أنا أسوي هذا المتجر الإلكتروني. فصرت وزارة هيئة الوزارة الاقتصادية، قلت لهم أنا عندي هالمشروع. قالوا عاشي خلاص، إحنا بنعطيك رسالة بندعمك بس ما بنوقفك. صرت الجهة المختصة بتنمية المجتمع، قالوا نفس الكلام، عاشي إحنا بنعطيك رسالة تدعمك ما بنوقفك. فدور الحكومة اليوم مكمل وليس فقط إنه هي سلطة على هذا الشيء. إذا أنتم تعتقدون أن في بعض الحكومات في العالم العربي، هل هناك فرق واضح بين الاستدامة والعمل الخيري الفيلانثروبي والريادة الاجتماعية؟ خلود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكسر. وصبحكم الله بالخير، أظني بعد 5 دقائق على الصبح لحقت عليها هي. وحبيت أشكر طبعاً منصة نقاط على استضافتها الطيبة هذه. عشان نتكلم عن الفرق بين الفيلانثروبي والنون غوفرمنتال أورجانيزيشنز، وبالإضافة إلى ذلك السوشيال انتربرينورشيب،
لازم نتكلم في البداية عن المفاهيم هذه، وين انخلقت هالمفاهيم هذه، ولا من وين احنا يبناها أصلاً المفاهيم هذه. فلازم نفهم أن النطاق أو الكونتكست والسياق اللي وجدت فيه هذه المفاهيم. إذا بناخذ الفيلانثروبي في البداية، شو هو الفيلانثروبي عند الغرب؟ طبعاً هي كلها مصطلحات غربية نستخدمها نحن في الدول العربية اليوم في دول الخليج. الفيلانثروبي هي أو الفيلانثروبيك أورجنايزيشنز أو الفيلانثروبيستس كأفراد، هم أشخاص عندهم أموال وثروات قرروا أنهم يأخذون جزء من أموالهم هذه ويعطونها للنون-غوفرمنتال أورجنايزيشنز على أساس النون-غوفرمنتال أورجنايزيشنز تطبق الأعمال. النون-غوفرمنتال أورجنايزيشنز شو دورها وليش انوجدت أيضاً في هذاك النطاق؟ الحكومات في الدول الغربية لا توفر جميع الخدمات أحياناً، مش كل السيرفيسز توفرها، فيصير في حاجة في المجتمع أن المجتمع يتحرك ويسد الثغرات هذه. فالنون-غوفرمنتال أورجنايزيشنز تتدخل وتقوم بالأعمال. فعندك نرجع الفيلانثروبيك أورجنايزيشنز والفيلانثروبيست ياخذون بيزاتهم أو أموالهم، أموالهم عشان ما نصعب على المترجمين، بيزات يتوهقون فيها، ياخذون أموالهم ويعطونها للنون-غوفرمنتال أورجنايزيشنز والنون-غوفرمنتال أورجنايزيشنز تشتغل. أما بالنسبة للسوشيال أنتربرينورشيب، طبعاً في مثل يقول عط الخباز خبزة يعني، وخبز السوشيال أنتربرينورشيب عند عاشة، أنا ما بتدخل فيه وايد، بس بتكلم بشكل عام، هو بزنسز جهات نفع مادي لكن لها سوشيال إمباكت بعد بالإضافة لهذا. فهاي هي الاختلافات الثلاثة بينهم. في شيء رابع موجود عند الغرب اللي هو التاكس إكزامبشنز، اللي هي تعتبر إعفاءات من بعض الضرائب. إذا أنت كنتي فيلانثروبست ولا non-government، عندك non-government organizations، يصير في عندك tax exemptions معينة، فيصير في حافز أكثر أن تكثر هذه non-governmental organizations والphilanthropic activities. فإحنا فسرناها في الغرب. الحين نرجع لنطاقنا في دول الخليج، أو خليني أتكلم عن دولة الإمارات بشكل خاص. وعشان أتكلم عن دولة الإمارات لازم أرجع للأساس، للتأسيس. شو كان تأسيسنا؟ كان تأسيسنا الشيخ زايد الله يرحمه، اللي هو معروف بزايد الخير. زايد الله يرحمه اللي كان يعني همه الأول والأخير كيف يسعد شعبه، همه يعني كان يقول ما يصير شعبي المواطن يعيش في الأجار، فبنى البيوت وأهداها لشعبه. زايد الله يرحمه اللي في يوم من الأيام دخل غرفة العمليات، وعملية ما كانت سهلة، عملية صعبة. دخل غرفة العمليات الله يرحمه، ولما طلع من غرفة العمليات واستفاق من البنج، كان أول سؤال لما سأل شو التقرير الطبي وكيف كانت العملية، نجحت العملية ولا لا، سأل عن مشروع كان موجه وآمر أنه يتم تنفيذه قبل ما يدخل غرفة العمليات. سأل اللي معاه هل كلمتوهم؟ قلتوا لهم ينفذون هذا المشروع هذا؟ هو توه صاحي من العملية. سألوه بعد ما جاوبوه على السؤال واطمن، قالوا أوكي الحين يبوا لي التقرير الطبي، الحين قولوا لي شو استوى. فعندك إذا هذا هو الأساس، ومن بعد زايد الله يرحمه، عيال زايد والحكومة ماشية على هذا النهج. هذا المجال للNGOs ما أقول إنه مش موجود، موجود، لكن يختلف، الاحتياجات تختلف عن المفهوم اللي إحنا فاهمينه في دول الغرب. الفيلانثروبيك أورجنايزيشنز تختلف، ففي أكثر الأحيان تكون النون غوفرمنت أورجنايزيشنز أعمالها في الأعمال الخيرية اللي هي النورمال تشاريتي. يعني إذا بتكلم عن مؤسستنا اللي هي مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، وفي تصحيح بسيط، هي مش مؤسسة حكومية، هي مؤسسة غير حكومية. الأمناء على المؤسسة هم الشيخة سلامة وأبنائها، عندهم اهتمامات معينة، منها اهتمام في الفنون والثقافة والتراث، واهتمام في التعليم المبكر للطفل، واهتمام آخر وثالث اللي هو الاهتمام في مجال الصحة، لكن مش الصحة بشكل عام، اهتمام بالذات في مرض المالتيبل سكروسس، واهتمام في أمراض الميموري، دمنشا وهالأمور هذه. فالحين المؤسسة حابة أنها تساعد المجتمع،
وتستثمر في مستقبل دولة الإمارات من خلال الاستثمار في الثروة البشرية هذه. كيف تسويها؟ ما عندنا NGOs كثيرة تعمل في هالمجال هذه، فتضطرين أنت كفيلانثروبست وكفيلانثروبيك أورغنايزيشنز أن تقومين بالدورين، دور الدعم المادي والأوبريشنال بعد في نفس الوقت، أن أنا أقوم بأعمال NGOs في مجال الفنون والثقافة والتراث، وأعمال NGOs في مجال الصحة وفي مجال التعليم المبكر للطفل. فهذه الاختلافات واللي لازم إحنا أعتقد أن نسويه، أن نبدأ نشوف مناخنا إحنا في دول الخليج وفي دولنا كيف يختلف عن الغرب، ونبدأ نفسر هذه المفاهيم الثلاثة اللي تكلمنا عنها على حسب احتياجاتنا إحنا في دول الخليج. فأتمنى أن يكون يعني تكون الصورة هاي وضحت شوية. هاي لذكرية خلود، إحنا الحين يبتينا حق نقطة مهمة، إن في تشابه بين التجربة الكويتية والتجربة الإماراتية، لأن في الحالتين الحكومات لها دور حاضن للقضايا الاجتماعية، وكان لها دور حاضن تاريخي بسبب الوفرة المادية، بسبب الثروة النفطية. صغر شعوبنا، احنا شعوبنا اعدادها قليله، ممكن واحد يعني يستجيب الى احتياجات الشعب، لكن الحين في حاله ازدياد سكاني، السكان اغلبيتهم شباب، اقتصاد دولنا صار معقد اكثر، المعطيات الاقليميه صارت اخطر بكثير مما توقعنا، والقضايا الاجتماعيه والتنمويه ما اعتقد راح تصير تستمر، راح تكون من اولويات حكوماتنا، وهني هي الثغره اللي ممكن يسدها المجتمع المدني. ولكن في ظل غياب مجتمع مدني مستقل صاحب تمويل ذاتي، شلون ممكن احنا نغير المناخ اللي قاعد ينمو فيه منظمات المجتمع المدني الحاليه في كل دول مجلس التعاون؟ السؤال مفتوح لكم، في حد حاب يجاوب؟ عبد الله. التمويل موضوع وايد مهم، والاستغلاليه موضوع اهم. أغلب المشاكل اللي تواجه الاستغلالية أن الفندنج من وين قاعد يجي والأموال من وين قاعد تجي. فبتكلم عن تجربة الكويتية من هالناحية. كان في توجه في بداية وضع الدستور القوانين في الستينات أن يكون في دعم حكومي حق جمعيات النفع العام، وفي فترة زمنية وقف هالدعم هذا، والجمعيات اللي بعد تاريخ 2006 ما صار في لها دعم مادي، وهني شأت مشكلة إن شلون تستمر وشلون تستقل وشلون تكون تواجه نفسك. أحس الأهم إن لازم ننشئ الفكر اللي هو، لأن البانل مالتنا اللي هو how to make innovation and social impact، شلون تبتكر وتبدع، لازم إن نطلع من فكرة إن نحتاج دعم حتى نسوي. ليش ما we come up with ideas or أفكار and we innovate, we try to bring services. أغلب مشاكل المجتمع المدني حق نظرة الناس أن العامة يعتقدون أن هذا مقابل غير، يعني ما في مقابل مادي، وأنه مجانا الخدمات هذه. إحنا نحتاج نغير هالفكرة هذه، نحتاج نخليها أن هي social entrepreneurship، في service وفي product تحتاج أن تندفع لها، بس الهدف الأسمى مال الشركة أو المؤسسة أن يكون غير ربحي، لأن في social mission يبون يوصلوا لها. هذه كلها تصير مع وجود code of conduct واضح حق الشركة، الشفافية من ناحية أن إذا أنا بعت المنتج أو بعت السيرفيس وحاولت أساعد في الناحية اجتماعية معينة، الفلوس هذه وين قاعد تروح وين قاعد تدش؟ هذه ثقافة لازم تكون موجودة عند الشعب، لازم تكون موجودة عند الجيل الصغير، ليه الحين ضعيفة؟ نحتاج أن نصعد فيها درجة أعلى بحيث أن الوعي يكون أكثر حق الطلبة، حق المواطنين واللي عايشين على البلد. نبلش فيها من الطلبة، نبلش فيها من المدارس، أن نوعي هالشيء هذا عندهم، أن نخلي لهم، نغير فكرة أن أنت ما تبي تنتج بمقابل مادي، تنتج بمقابل اجتماعي، بس في رديف في يعني يكون معها parallel، أن أنت تدفع مقابلها جزء مادي بحيث تقدر تعيش هالشركة. إذن عبد الله، أنت تعتقد أن بشكل عام الطالب الخليجي يفتقد قيمة الإبداع والعطاء؟ ما يفتقدون، لا، قيمة العطاء والإبداع موجودة، لكن مربوطة دائما بالمادية. إحنا نبي نفتشها من المادية، نخليها ترتبط في ميشن اجتماعي، هدف واضح معين، يكون فيها المال وسيلة بس مو غاية،
أبي أوصل حق غاية اللي هي الهدف الاجتماعي اللي بوصل لإياها. وهذه مفتقدينها بمناهجنا، أن نحتاج أن نعزز هالفكرة هذه، أن أنت ما لازم تدرس بزنس حتى تحقق مال، تدرس بزنس حتى يكون فيها سكشن كامل حتى تحقق رسالة اجتماعية واضحة، مقابل أن أنت تستثمر هم أموالك وتكون موجودة. هالخلط بين الاثنين اللي هو نون فور بروفيت أو فور بروفيت، تخلطهم مع بعض وتطلع بهايبرد سيستم اللي هو سوشيال انتربرينورشيب من ناحية اجتماعية مش من ناحية مادية. الفكرة دائما بالأساميز اللي هي نبي نسوي شركات ربحية صغيرة ولا متوسطة، الهدف أنه يكون فيه رسالة اجتماعية. أعتقد هذه تجربة عايشة في سوشيال باندج، تحبين تقولي لنا عنها؟ الحمد لله، يعني نحن شفنا شباب عندهم قدرة طاقة أن يبدعون في المجال الاجتماعي. فمن سنتين صار عندنا تريد لايسنس سوشيال انتربرينورشيب في عام 2016 تحت الدائرة الاقتصادية. فهذا وبعدين أنا بعطيك إكزامبل كيف نحن الدولة تنشط القطاع الاجتماعي. ما أعرف لو سمعتوا في عام الخير last year 2017 كان في محاور الشراكة مع القطاع الخاص، كان في محاور التطوع التخصصي، كان في. فهذا من وين جاي؟ هذا جاي من الحكومة نفسها تقول للشعب يا شعب نحن هني أنتوا ابدعوا ونحن بنتبناكم في الاستثمار. فاليوم مكمل، اليوم في عام زايد مكمل للعطاء. ففي ايضا محاور ثانيه نحن نشتغل عليها بناء على الفجوات اللي هي موجوده عندنا في الدوله. كيف تفضل اخي عقب على هذا وعلى سؤالك اختي شمايل، دور المجتمع أعتقد أنه لازم يكون المجتمع يكون عنده وعي ودراية وعلم شو هدف الدولة، الدولة وين تبى توصل، شو أهداف الدولة الاستراتيجية، ونشوف المجالات اللي الدولة قاعدة تشتغل فيها. الدولة شغالة في الصحة، الدولة شغالة في التعليم، الدولة شغالة في الفنون على سبيل المثال. لكن إحنا نشوف هل في بعض الأشياء اللي نقدر إحنا نكملها، نقدر إحنا نساعد الحكومة فيها. فهذه كانت منهجية المؤسسة على سبيل المثال. مثل ما قلت لك في أعمال في الصحة، الحمد لله الصحة متوفرة عندنا في الدولة، ولكن لاحظنا أن في بعض الفجوات والثغرات في أشياء معينة في مجال الصحة، أمراض معينة اللي هي مثل المالتيبل سكروسس، هذا هو مرض منتشر وموجود يعني، ولكن ما في وعي عنه وما في ميديكال فاسيليتيز ترعى المرض هذا، أو ما كان فيه. و اشتغلنا احنا من المؤسسة مع مثلا مستشفى كليفلند واسسنا مركز للمالتيبل سكروسز عن طريق الجرانتس او المنح المادية لتأسيس هذه المراكز، ونشوف نتائجها، يعني نشوف نتائجها على ارض الواقع. والبارحة صار يعني موقف فرحت فيه، تلاقيت مع اخت تعرفت عليها في المؤتمر ما كنت اعرفها من قبل، واحنا قاعدين على العشاء ونتكلم قالت ان والدها بسم الله عليكم في مالتيبل سكروسز، وما كانت تعرف عن المؤسسة، ما تعرف أنا وين أشتغل، ما تعرف المؤسسة شو تسوي. وقالت إن إحنا درنا العالم، وأبو يرتاح الدكتورة موجودة في مستشفى كليفلند في سنتر المالتيبل سكروسز في أبوظبي، وهو دائما يروح ويتعالج هناك ويراجع في هالمستشفى هذا. فبسبب دعم المؤسسة لهالمرض اللي شفنا إنه فيه فجوة في المجتمع، صار في تحقيق أهداف أكثر. فلازم يصير إن إحنا كشباب وكمجتمع نوعي نفسنا شو هدف الدولة، وين بعض المجالات اللي ممكن نساعد فيها، ونحط طاقاتنا سواء الأفرت الوقت والمادة والعمل والتعليم في هالمجال هذا. وكلامك سليم هو خلود، يعني الوعي has to be a two-way street، إن الحكومة بإما إن في منطقتنا التعليم بشكل عام تتحكم في الحكومات، فالحكومة هي مصدر العلم والمعرفة والمهارات للشاب الخليجي، ولكن في نفس الوقت الشاب الخليجي لازم يكون عنده دافع، لازم يكون عنده الفكر النقدي إنه يسعى لتطوير مجتمعه حتى وإن كان التطوير بعيد عن النهج المعتاد. أنا توني قارئ كتاب بعطيني إياه my brother-in-law اسمه originality، فكاتبين فيه شيء بصراحة وايد أثر فيني، هو originality is the act of creative destruction، وهو يعني الفردية هو التدمير الخلاق. فإحنا هل تعتقدين إن الشاب الخليجي قادر على التدمير الخلاق بما يؤدي إلى نتائج إيجابية لمجتمعه؟ ليش قادر؟ بالعكس قادر.
لكن في أشياء لازم تتوفر اللي أنت قلتيها اللي هي الكريتيكاليتي أو النقد البناء، إن أنا فعلاً أشوف المجتمع حولي، أشوف الأفراد اللي معاي في المجتمع، أشوف المناخ اللي أنا عايش فيه، ويكون عندي critical thinking. وفي شيء تعلمته وبكرره من مدير جامعة نيويورك في أمريكا اللي هو جون سكستن، كان يقول healthy disrespect for authority، مش disrespect for authority، a healthy disrespect، معناته أن أنا أشوف الأوثوريتي ب critical thinking mind وبنقد بناء على أساس أقدر أن بعدين أنا أكون دافع شخصي. ممكن هالدافع يكون منبعه بعض الباشنز اللي عندي أنا، مش شرط كل واحد يكون يعمل في نفس المجال، وهذا هو أهم شيء، التنوع هذا. مش كلنا ندخل في مجال واحد، مجال التعليم، كلنا ندخل في مجال الفنون، ما له داعي. كل شخص يكرس مهاراته وقدراته في المكان اللي هو يحس يقدر يزيد فيه، واللي يقدر واللي عنده خبرة وعلم فيه، لكن critical thinking والنقد البناء. إن إحنا مجتمع طيب، مجتمع يعني إن إذا بنروح الأرت galleries ولا الإكزيبيشنز ندخل وشون نشوف الشغل ونقول أوه واو نايس ورك، الشغل هذا حلو، ونطلع إذا شو استفاد الفنان، شو استفدنا من هالقعدة هذه، دخلنا وسوينا نتوركينج وكذا وتكلمنا واستانسنا والجو حلو وطلعنا. ففكرة النقد البناء هذا إن أنا مش قصدي إني أذم، أنا مش قصدي to offend، أنا فعلا قصدي إن أحسن من الوضع اللي إحنا فيه، وأحسن الهدف مش شخصي مش فردي، هدف مجتمعي. فأحس يعني إن فعلا لازم إحنا يكون عندنا شوية تعليم وإدوكيشن في فكرة النقد البناء هذا. شو هو النقد البناء وكيف يكون؟ أعتقد your professor needs to come to Kuwait لأن إحنا متمرسين في healthy disrespect for authority. يعطيكم ألف عافية. عائشة تفضلي. بس حبيت أنت ذكرتي موضوع الابتكار الاجتماعي. لو نشوف اليوم ممارسة حكومة الإمارات، الصف الأول شبابي، عندنا تحت صناع القرار تحت 30 وأقل، عندنا يعني أنا عضو مع مجلس الإمارات الشباب، وأيضا عندنا مجلس خليجي للشباب، عندنا مجلس العربي للشباب. في القمة الحكومية العام وضعنا خارطة طريق للمجلس الخليجي للشباب، وضعنا خارطة طريق للمجلس العربي للأسر اللي هم في حرب، في صدى حرب. فهذا يعني الشباب عندهم القدرة أنهم يغيرون والتحسين إلى الأفضل الأفضل، وأنهم يواكبون المستقبل. ليش؟ ليش الشباب هم اللي قادرين يواكبون المستقبل؟ لأن الشباب اليوم جيلنا وجيلكم متمكنين من they speak technology fluent، خلاص it's by nature. اليوم إذا أنا بعلم تكنولوجي حد في جيل مثل الخمسينات ولا الستينات يعني صعب، لازم أجلس أعلم كيف how to communicate via technology. فأتوقع يعني المستقبل مبشر، وإن الشباب هم قادرين they bridge بين الجيل الأكبر and they bridge بين الجيل الأصغر. عزيز إيه تفضل. عندي تعقيب على عبد الله. أنا قاعد أواجه صعوبة في التركيز وفي التذكر شنو قال عبد الله. لما قال إن ماكو تقبل أو ماكو وعي كافي عند الأفراد عشان يدعمون المنظمات وعشان يدعمون في ظرف إن ما في تمويل، صار يعني تجربة سويناها بواب التدريب. كان عندنا مشروع أو مبادرة مع وزارة التربية عشان نقنعهم في الدمج التعليمي، إنه يكون في تعليم لكل الفئات في بيئة واحدة عشان يحققون أفضل النتائج مع بعض. طبعاً في آلية معينة وبرنامج كامل، فشفنا إنه يعني في صعوبة في الموافقة أو صعوبة في مع كل المحاولات ما قدرنا. فقلنا ليش نوقف فقط عند الـ الإجراءات الرسمية؟ ليش ما في أشياء مدنية نقدر نسويها ونحقق بعض، على الأقل يعني ننشئ أرضية حق هذا الهدف اللي إن شاء الله بيصير بالمستقبل. فصارت في مبادرة اسمها كلنا للأطفال، في قصص للأطفال، تروى للأطفال، كل قصة عن طفل عنده إعاقة، يعني في طفل عنده إعاقة حركية، في طفل عنده إعاقة بصرية، طبعا كل قصة حق مجموعة من الأطفال. نزور المدارس فيها، طبعا فيها قاصات راويات مبدعات جدا
ملهمات بالستوري تيلينج حق الأطفال. أهمية هذه القصص أن تنشر التقبل عند الأطفال. الطفل من الصغر سهل أنك تغرس فيه أشياء ممكن ما يكون عنده مايندسيت أن ليه الحين قاعد ياخذ الأفكار وياخذ الأشياء وسهل أنه يتغير. فتقريباً هالسنة رابع سنة تقريباً خامس سنة متعاقدين مع وزارة مو متعاقدين متعاونين مع وزارة التربية كل سنة 3 أشهر زيارات يمكن فوق 50 زيارة بالسيزن أو أكثر. فهذا الشيء يخلي المنظمة أو الأشخاص اللي ودهم يغيرون يقدرون يبلشون من صغير من شوية يعني لا ينطرون الحكومة تتحرك على طول لازم على الأقل تتحرك بكثر ما تقدر. وتعليق بعد ثاني على عبد الله أن الأفراد للحين ما استوعبوا شون أنت تعطي. للأسف للحين في ناس يقولون أنت غير ربحي فأنت ما نعطيك فلوس. إذا أعطيناك فلوس أنت ربحي أنت قاعد تشذب علينا. أوكي أنا غير ربحي بس أنا عندي مكان عندي أجار أنا عندي عندي يعني أشياء أسوي إيفنتس عندي وركشوبس عندي ترينينج سمر ترينينج قاعد نسوي كل شهر كل سنة شهر كامل تدريب. هذا كله ما يصير يعني بدون تمويل في كوست لأن إحنا عندنا فئات مختلفة نحتاج نكون فايف ستار هوتيل عشان يكون أكسسبل. طبعا هذا الكونسبت مفروض ما يكون صح مفروض حتى الوان ستار يكون أكسسبل بس هذا الموجود الحين بالكويت لازم تكون حاجز فايف ستار عشان تقدر تخلي البيئة مهيئة. هذا كوستينج أنا ما أقدر أسويه بأي مكان. فأنا مو فاقد الأمل كلش يعني البيئة الموجودة هني وأنا متأكد تلفوني بطيح أنا متأكد إن الجميع هني عنده نفس الرغبة في التغيير وعنده أكيد صعوبات مثل ما إحنا نواجه بواب التدريب. بس قالت أمس الدكتورة أماني كلمة حلوة إن الأمل هو اللي خلينا نطلع من البيت كل يوم الصبح. إذا هذا الأمل مو موجود أنت ما راح تتحرك تقعد بالبيت. ففعلا راح أوصل هالصفقة حق دكتورة أماني بس فعلا وأنا ودي بعد أعلق على أخت أمس عزيز بس لأن ما عندنا إلا 30 ثانية فلازم نختم ربع دقيقة. واحدة قالت إن إحنا للأسف للحين مو مندمجين مع بعض كفئات مجتمع. صدقيني بيئات المجتمع المدني هي خير ممثل وخير أداة للدمج المجتمعي والشمول المجتمعي بالمجتمع كله. شكراً. الحين جملة أخيرة منكم كيف تطبقين الابتكار في منظمتك؟ جملة. هذا الميكروفون المنحوس. الجملة اللي أنا أستثمر في نفسي قبل وأجهز عمري عشان أنا أخوض الابتكار في المستقبل. خلود. تطبيق الابتكار مش شرط إن أنا أفكر بالابتكار اللي هو التكنولوجيا والارتيفيشل إنتليجنس والأمور. أحياناً الابتكار معناته باك تو بيسكس أرجع للأساسيات إني أنا أقيم الأعمال اللي أقوم فيها وأفكر كيف ممكن أحسنها وأطورها. هذا هو الابتكار بالنسبة لي. أوكي. عبد الله. الابتكار يعني حطها بنقطة بسيطة إنه ما في جملة أو في اللي هو يسمونه active citizenship إن أنت تطلع مو تمشي على القانون بالضبط حلو إنك تطلع شوية حتى بس تبين إن شلون ممكن إن القانون يكون وايد جامد ويحتاج تغيير أو المفاهيم اللي عندنا حتى بالمجتمع. فالواحد لازم يطلع برا هالخط هذا خط الأمان شوية يطلع منه وخليك ريسكي أكثر وعرض نفسك حق الانتقاد. الانتقاد وايد ممتاز. فبس أطلع من هال ساحة الأمان هاي comfort zone مالتك حتى تقدر تبتكر. قصدك take mitigated risks أخذ مخاطرات ولكن مخاطرات مدروسة. أيوة بالضبط. وختامها مسك. أصغر كلمة يعني أوعدك الابتكار هو مفتاح الاستدامة. واو. خير الكلام ما قل ودل. مشكورين ما قصرتوا. أحب أشكر ضيوفي من الأخت عايشة حارب والخلود العطيات من الإمارات ومن دولة الكويت عبد الله الخنيني وعبد العزيز المطيري. وشكرا على حسن استماعكم.
شكرا للمحاضرة وشكرا للمحاضرين. أنا مستشار المهندس طارق مفتي، مستشار سابق في مجلس الوزراء الكويتي، وأنا معاكم في هالبلد طيب من أكثر من 40 سنة. طبعا الجواب على سؤالكم، يستطيع المجتمع المدني أن يؤدي إلى الابتكار، ولكن هناك تساؤل، بدون الباشن، بدون خلق الباشن عند المبتكر ليس هناك ابتكار نهائيا. الابتكار يبدأ من الباشن، عندما يحب كل شخص مهنة معينة ويبتكر فيها يستطيع الابتكار فيها. لنأخذ المجتمع، المجتمع عبارة عن categories. خلينا نبدأ بالشباب، هل هناك استراتيجية كاملة للدولة لبعد كم سنة؟ ماذا نريد أن تكون الكويت؟ كيف نهيئ الشباب أن يقودوا بعد 5 سنوات أو 10 سنوات أو أكثر؟ الميد إيج هنا طبقة أدت خدماتها للبلد. نتكلم عن ريتايرمنت، كثير من المتقاعدين لهم خبرات كبيرة وكثيرة لم يستفاد منهم المجتمع. أعتقد أن الابتكار موجود، وأثبت الشاب الكويتي أنه مبتكر، ولكن يحتاج إلى أولاً مفروض أن نؤمن الداتا statistics، نؤمن الإنسبكشن، ونؤمن التحفيز. شكراً. شكراً أستاذ صالح. شكراً على هذا الحوار وايد مفيد بالنسبة لي. بس عندي ملاحظة يمكن خاصة حق عبد الله خنيني، هي بخصوص جمعيات النفع العام. بما أنكم يعني سويتوا هذا المشروع الجميل من راقب 50، راح يكون شيء جميل لو إحنا نعرف أكثر عن جمعيات النفع العام اللي بالكويت أساساً، لأن خاصة في نظام قديم وفي نظام جديد. نظام القديم مدعوم من الحكومة مالياً، وإنجازاتهم غير معروفة على الأقل حق الناس عامة. يعني مثلاً الجمعيات الجديدة نعرف عنها أكثر من الجمعيات القديمة اللي بلشت بالستينات والسبعينات. وفي كثير من جمعيات النفع العام والمبرات اللي الناس قاعدة تفتحها لجوانب خيرية وجوانب عملية، لكن ما نعرف عنها شيء. فالمراقبة لجمعيات النفع العام وطبيعة تواصلها كميدياتر واضح وفاعل بين أو حلقة وصل فاعلة بين الحكومة وبين المواطن شيء وايد مهم، لأن بس نشوفه أنا شخصياً بس قاعدة أشوفها في الجمعيات اللي جديدة اللي توها قاعدة تطلع. طبعاً أكيد في دور كبير في جمعيات نسائية، مثلاً الجمعية النسائية والجمعية الخريجين مثلاً، لكن ما قاعدة أشوف هل يعني ما تشوفها في العيان، تشوفها لما أنت تقعد معاهم وتسمع منهم. شكراً. أنا بعلق على نقطة المبرات والجمعيات النفع العام. في إشكالية اللي هي التواصل مع الناس عموماً. الجمعيات الجديدة أو التوجه الجديد لأنهم أصغر عمراً، هذا باعتقادي، فهم عندهم القدرة أنهم يتواصلون ويكونون موجودين وظاهرين على السوشيال ميديا والأونلاين. وبما أن 60% من التعداد السكاني أقل من سن 35، فالتواصل بينهم بهالمنطلق سوشيال ميديا أسرع فيوصلون أكثر. بينما الجمعيات النفع العام القديمة، مع أن مصطلح قديمة ما أقصد أنه قديم، وهذا أقصد بس أن الأقدم تاريخيا، أنهم في عندهم فجوة عمرية بين الجيل القديم والجيل الجديد، وهي لها عوامل وايد، منها البيئة، المدرسة، المناهج، السياسات. فعشان أن نرد ندمجهم مرة ثانية مع الجيل الأصغر، أعتقد أن هذا كله يتطلب جهد جماعي، يعني بين صناع القرار، سواء إذا مثلاً في موضوع يبغون يناقشونه في مجلس الأمة يحتاجون أن يتواصلون مع الجمعيات المختصة حتى يأخذون رأيهم في الموضوع، ما يعتمدون بس على استشارات خارجية. فهي دائرة كلها لازم تتصل مع بعض، من ناحية الفجوة العمرية، من ناحية صناع القرار، ومن ناحية التواصل اللي هو الأونلاين. عائشة قالت أن إحنا مولدين ونعرف حق الديجيتال أو التكنولوجي، هاي لازم نفعلها بجمعيات النفع العام.
أنا هذا يعني اعتقادي البسيط، ويبي له نظرة أعمق، بس هذا مجرد رأيي. يعطيكم العافية.